Hej. Jag heter Fahyma Alnablsi. Jag kommer från Syrien. De här orden som jag ska säga om Silent University ska vara på arabiska. Men innan jag börjar prata arabiska ska jag säga någonting om mig. Vem är jag? Jag kommer från Syrien för 20 år sedan. Jag började att lära mig svenska när jag var 40 år gammal. Och i Syrien fick jag licensexamen i social, förlåt, i politik och ekonom. Och arbetade jag som gymnasielärare i social politik några år. Och som jobbade jag på ett företag som ekonom. Och sen kom jag till Sverige. Här i Sverige, det var inte lätt för mig att lära mig nytt språk, svenska. Och jag kunde franska bredvid arabiska. Och jag hittade, ja, det var jättesvårt för mig. Och sen, jag kämpade mycket, även om jag skaffade barn och de behöver tid. I alla fall, jag har mycket intresse att gå och fortsätta mitt utbildning i universitet och få master eller någonting. Men tyvärr kunde jag inte. Så började jag jobba hit och dit som städare, kockerska, barnskötare, personlig assistent och så vidare. Tills jag blev, jag hittade ABF som gav mig chans att jobba som cirkelledare. Och undervisade jag arabiska först. Arabiska, matematik, historia, allt som möjligt. Och sen nu undervisar jag svenska för nybörjare eller analfabeter. Men fortfarande jag har en dröm att fortsätta att studera. Det är tyvärr, det är för sent, eller hur? Ja. Men jag hittade Silent universitet. Silent. Nu du kan dela, eftersom jag ska prata på arabiska. Ni kan läsa genom jag berättar om Silent universitet. الجامعة الصامتة Silent University. الجامعة الصامتة بدأت في العام 2012 وأسسها أحمد أوغوت في لندن. والجامعة تهتم بالدرجة الأولى باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين أو المهجرين من بلادهم لأسباب سياسية أو اجتماعية. الجامعة الصامتة سميت كذلك لأنها تهتم بالمهن الصامتة التي لم تجد طريقا لها، مثل أنا لم أجد فرصة أن أعبر عن إمكانياتي أو أنشر المعلومات التي بداخلي للخارج إلى أن التقيت الجامعة الصامتة. والجامعة الصامتة تأسست في لندن، والآن هناك مشاورات لأن تعمل في برلين وباريس وفي ستوكهولم.
تعاونت الجامعة الصامتة مع تنستا كونست هال، صالة تنستا للفنون. وهناك في المعرض تنستا موسيوم يوجد قسم للجامعة الصامتة. في هذا القسم يوجد مكتبة صغيرة ممكن لتبادل المعلومات، أن مثل البنك، أن يترك الإنسان معلومات في هذه الجامعة ويحصل على معلومات أيضا. وفي في 29 من الشهر الماضي نظمت ABF، ABF هي الاتحاد النقابي التعليمي، نظمت عدة محاضرات، كان من بينها محاضرتي التي تحدثت فيها عن المقارنة بين الشريعة الإسلامية والنظام السياسي والاجتماعي في السويد. وكذلك كان هناك عدد من الأساتذة، أو يقال أنهم طلاب في الجامعة ولكن هم أساتذة بنفس الوقت، من بينهم الأستاذ عبد الله من فلسطين، وهناك الأستاذ أحمد من الأردن، وكورشيدا من أوزبكستان، وأنا من سوريا، وأيضا يوجد من كردستان. كانت المحاضرات مفيدة وجيدة، وخاصة محاضرة الأستاذ عبد الله السعود، إذ تحدث فيها عن كيفية تعلم لغة جديدة في بلد الاغتراب، وما هي الحالات النفسية التي تعترض الإنسان الذي يريد أن يتعلم لغة جديدة. في هذه الجامعة تأسست في لندن بالتعاون مع مؤسسة دلفينا وتاتي، والآن هنا في السويد تقوم الجامعة الصامتة ببناء شبكة الاتصالات بين أعضائها. مثلاً أنا أعمل في كفينو سنتر في تنستا يوستا وتنستا كونستال، من خلالي ممكن أن أجمع عدد من المشتركين لهذه الجامعة أو المنتسبين، وهكذا. وغيري أيضاً يمكن بناء هذه الشبكة والاستمرار بها. هذه الجامعة لا تفرض رسوم اشتراك، وليس لها علاقة بالبيروقراطية، بعيدة عن البيروقراطية وعن التعاملات والأوراق وهكذا. إنما يأخذ الإنسان الطالب فرصته بأن يقدم ما لديه من معلومات للآخرين. في تنستا الآن يعمل 15 شخص في هذه الشبكة، والجميع من انتسب إليها يكسبون المعرفة حتى ولو كانت في لغات أخرى. مثلا محاضرتي كانت باللغة العربية، لغة كردية، اللغة إنجليزية، ولكن نفهم عما تدور هذه المحاضرة، ويمكن أن نعتمد على أنفسنا في الغوص في الإنترنت لمشاهدة المزيد عن هذا الموضوع. وإذا كان لأحدكم الرغبة في الحصول على معلومات يتفضل إلى تنستا كونستال في تنستا. لماذا تنستا؟ لماذا اختارت الجامعة الصامتة تنستا؟ تنستا هي ضاحية في ستوكهولم. في الآونة الأخيرة كثر فيها الشغب، حرق سيارات ومشاكل، وبالتالي عملت الحكومة مع البوليس مع الأهالي، كلها عملت لتضع حد لهذه المشاغبات. وجامعة الصامتة وجدت في تنستا
مركزا جيدا لها لان الاغلبيه يشعرون بالاضطهاد يشعرون بالنقص بان ليس لهم وجود في هذا المجتمع السويدي لذلك واغلبهم طالبين لجوء واغلبهم لا يوجد معهم اوراق اقامه بمعنى اقامه واغلبهم ايضا مثلي انا لديهم شهاده عاليه ولكن لم يتمكنوا من ابراز ثقافتهم. إنه شيء جميل أن تستعيد السياسية بوليتيسك كفينا السياسة من جديد بعد أن كبرت بالعمر وأن يستعيد المهندس معلوماته وينشرها ويستعيد الأستاذ اللغة معلوماته أيضا وينشرها. ولماذا سميت الجامعة الصامتة؟ سميت الجامعة الصامتة لأنها تبحث عن الصمت. هؤلاء الصامتون يجب أن يخرجوا عن صمتهم وأن يتحدثوا عما في داخلهم أو يعطوا المعلومات. والآن الجامعة الصامتة أصبحت ملتقى للخبرات. مثال أنا ملتقى الخبرات ليس فقط عن إلقاء المحاضرات إنما في تبادل كالبنك مثل الكتاب الذي تكلمت عنه فيليبا ممكن أن تترك أي كتاب أو أي محاضرة أو أي معلومة تهم الآخرين لتحصل على هذا الكتاب وهذا شيء جميل وأتمنى للجميع أن يشاركونا وأن ينتسبوا إلى الجامعة. شكراً.